أنا صراحة شغلي بين أوروبا وبين البلاد العربية ومينلي آخر سنتين بيوروب. ومن وقت ما مضيت مع إليت باريس إليت مودلز كانوا كتير مصرين إنه أنقل عباريز، كل شغلي هون، إذا بقعد هون شغلي بيزيد أكيد. وجوزي وعائلتي وكلهم كانوا يقولوا لي إنه روحي، إنه شو بعدك عم تعملي بلبنان، إنه ما في شيء، الحالة منا منيحة وهيك. بس أنا ما كنت أقدر، أنا لإلي لبنان كل حياتي حتى لهلأ، يعني فليت من هونيك وبعدها الخاصة بقلبي، مش انه فالي مبسوطة او هيك. وصلنا لمحل لدرجة انه صارت السيفتي تبعت بنتي ان دينجر، وانا هيدا الشي ما بسمح، يعني ما في نام بالليل وفكر انه بنتي منا بامان. سو من بعد شو صار باربعة اب خلص في شي طقش براسي، قلت خلص لازم اخد هالفرصة، لازم روح شوف شو في برا لالي، لانه I can grow even more. و it's unfair صراحة لالي ولبنتي انه تمرق بهيك اشياء. So this is when اخذت الديسيجن ونقلنا لهون على باريس. بس اكيد لالي لبنان حياتي وكل قلبي هونيك، كل شيء ما بعرف كيف بدي افسر، بس كل شيء لالي هونيك، ما في شيء منه موجود لبنان. سو بدنا نشوف، بدي اجرب هون، بدي ضحي اكيد، لانه بعتقد الحياه بد في تضحيه وهيدا شيء منه هين ابدا. بس ان شاء الله خير، ان شاء الله كمان يعني قبل كل شيء، قبل شغلي وقبل كل شيء بقول دائما يعني هلا بكل صلواتي دائما انه ان شاء الله لبنان يصير احسن، لانه ما بقى فينا نكمل هيك، ولانه انا بدي يكون عندي الاوبشن، في ابقى بباريس وفي ارجع على لبنان. ما بدي هيدي السنسيشن انه اضطريت فل او انشحطت من بلدي، بدي كل شيء يزبط بعدين انا اقدر اعمل القرار حسب انا شو بدي.